أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة التتري تي في. بعد أن تجاوز عدد قتلى فيروس كورونا المستجد 3000 وانتشاره في أكثر من 60 دولة، تتوالى التحذيرات من الوباء من كل حد وصوب، بينما حذر تقرير إعلامي بريطاني مما هو أخطر من فيروس كورونا. فما هو هذا الخطر؟ يستمر ارتفاع عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا عبر العالم، فيما تخصص وسائل الإعلام صفحاتها وشاشاتها لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس على الصحة العامة وعلى الحياة اليومية للأشخاص وعلى الاقتصادات المحلية والعالمية. وفي حالة من الهلع، يتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي آخر الأخبار المتعلقة به، منها ما هو موثق ومنها ما يصنف تحت خانة الأخبار الكاذبة. الخوف من فيروس كورونا دفع الكثيرين إلى إلغاء بعض الاحتفالات أو الفعاليات المقامة، كما دفع البعض إلى إلغاء مجالس العزاء. لكن مجلة ذا سبيكتاتور البريطانية أشارت إلى أن كورونا يتسبب بما هو أخطر من الإصابة، أي الهستيريا، مستشهدة بإغلاق العديد من المصانع وتأثر أسواق المال وإلغاء آلاف الأشخاص لرحلاتهم وعطلاتهم بسبب الأخبار المتداولة عن انتشار الفيروس، وإعلان العديد من المدن عبر العالم مناطق مغلقة بسبب تفشيه، بينما سارع العديد من المواطنين إلى مراكز التسوق لشراء الأغذية التي يمكن تخزينها استعداداً لأي حجر صحي محتمل. مما لا شك فيه أن فيروس كورونا المستجد هو فيروس فتاك، انطلاقاً من التوصيف الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز عدد وفيات الفيروس حتى اليوم إلى 3000، توفى معظمهم في الصين. لكن هذه الأرقام جعلت العديد من رواد التواصل الاجتماعي يحذرون من انقلاب الإجراءات الوقائية إلى حالة من الهستيريا، انطلاقا من أرقام المصابين والقتلى حول العالم جراء فيروس كورونا. فعلى المرء أن يعرف الحدود بين اتخاذ إجراءات الوقاية والحذر من جهة الدخول في حالة هستيريا. فبحسب ما أكده كاتب مقال ذا سبيكتاتور، والمعنون بأخطر شيء في فيروس كورونا هو الهستيريا. وقد ذكر المقال بأمراض أكثر فتكا بالإنسان، حيث قتل مرض السل عام 2018 ما يقارب 1.5 مليون شخص، بعد أن سجلت 10 ملايين حالة في تلك السنة، وهي إحصائيات موثقة لدى منظمة الصحة العالمية. شكراً على طيب المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني.